ما بعملش تفويض تونس لتونس حاليا الناس كلها تفهم تونس لا ما بعملش تفويض الناس كلها سبونتاني تونس خلوها سبونتاني تطوعا صفه تلقائيه حاجه وحيده برك لحسن السيد الاستعداد للحمله الانتخابيه نظموا الواحد اش معناتها؟ معناتها تم نختاروا بصفه تلقائيه شكون اللي يكون هو مناسب بصفه تلقائيه ما فماش تفويض رسمي لا لا هو السيد الرئيس يخدم على القاعده الشعبيه نتاعو القاعده الشعبيه نتاعو لازم تنظم روحها وتكون على حسن استعداد لمواجهه التحدي الانتخابي هذا لا اكثر ولا اقل بربي نبعدوا على الحساسيات بين هذاك التفويض ولاخر ما قداش تفويض ما فماش تفويض في تونس نخدموا في تونس الناس كل تخدم مع بعضها صف واحد قد نكون مختلفين قد نكون مختلفين لكن توحدنا الهدف لازم نشيلوا الكل هو يجمعنا كمصلحة الوطن مع بعضنا وان شاء الله من الدور الاول ان شاء الله الدور الاول والشعب المتواعد ما نخلوهاش للخونة نظموا رواحكم على مستوى الجهات نتاعكم وتبدا العملية من تو من تو يحب يقول كل واحد في الجهة نتاعه نظموا لي سيكتور معناتها القطاعات وحدة بالوحدة وكل واحد يتلهى بقطاع على أساس وأن التعبية تكون شاملة ونها يوم الاقتراع يوم لا لا سبب يوم الاقتراع الناس كلها تهبط فهمتني نضمن الساعه نسبه مشاركه قويه برشا ان شاء الله ضروري وسكور باهي السيد الرئيس يزمو يفوت 2019 ان شاء الله ان شاء الله يزمو يفوت 2019 نظموا رواحكم بصفه تلقائيه ما تدخلوش في العشوائيات الناس كلها تخدم بصفة منظمة قادرين انتم على هذا ربي بلاش حساسيات ابعدوا على لي باج وابعدوا على كذا تم عمل ميداني تم وقت تم عمل قديمة شريرة تم عمل هم يحبوا الدفاع ما تدخلوش الفعل ما تدخلوش بالفعل ورد الفعل تم العمل الميداني نظم رواحكم بصفة تلقائية ولا أكثر ولا أقل بحول الله نجيبوها وحطوا في باش راهو من الدولة نحن مفسخين الدور الثاني يا محكم نضيف تونس بخير معنا الدور الثاني على الدور الأول هنا على الدور الأول هاي سعيد ولد الشعب ولد الشعب خلق الشعب وربي يجيبوا الشعب هما متكتلين ضد الرئيس من النهار الاولاني ما ناش نستفادوا منهم لا في دور ثاني ولا في دور ثالث فما كان دور ثالث ولازم نقلعوا الريزلتات من النهار الاول احنا ما نحاولوش نخلوا الرخلاء